الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني هنتكلم يعني مع المعنى اللي احنا عايزين نعيش في قلوبنا كلنا معاه النهاردة يا جماعة، مع معنى أول يوم في الجنة، مع المعنى اللي القرآن الكريم اتكلم عنه كلام يدوب القلب يا إخواننا. احنا هنعيش بإذن الله سبحانه وتعالى مع آية آية بتوصف في القرآن أول يوم في الجنة، أول مرة هتنظر الوجه الله، أول مرة هتشوف النبي عليه الصلاة والسلام وتحضنه، أول مرة زوجك هيمسك كوباية العصير بتاعت الجنة ويسقيكي بإيديه، أول مرة الملائكة هتدخل عليك من كل باب، أول مرة هتعوم في أنهار الجنة، أول مرة هنزور بعض بإذن الله يا رب في الفردوس الأعلى، أول مرة في كل حاجة في الجنة يا جماعة. أول يوم في الجنة معنى كبير قوي ومعنى عظيم قوي، فهو في عيشة راضية، في عيشة. تعالوا نبدأ العيشة مع بعض في الرحلة بتاعتنا للفردوس الأعلى. فأول يوم في الجنة هنبدأ بآية بحبها قوي يا اخوانا، بحبها قوي وبحب اتكلم مع الشباب فيها قوي، وبحب لما اكون في ندوه من ندوات الجامعه اتكلم مع الشباب في الايه دي، لان بحس ان الايه دي يعني مش جو شبابي بقى، في متعه ايه بعد كده لما انا اقول لك حفله ورحله ولاف ستوري، طب انت عايز ايه؟ طب انت سايب ربنا ليه؟ طب انت مديه ظهرك لربنا ليه؟ قال تعالى في سوره ياسين: ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم، هم وأزواجهم، بدأت القابل زي هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. إن أصحاب الجنة أول كلمة بتلمس قلوبنا، أصحاب الجنة يعني يا جماعة لما يقول لك فلان ده صاحب الفندق الفلاني العالمي، فلان ده صاحب المالتي ناشونال جروب الفلانية، فلان ده تحس ان انت اتخضيت كده واديت له قيمه، ليه؟ ده حاجه كبيره جدا. طب اصحاب الجنه بقى ملاك الجنه، ملاك قصور الجنه، ملاك انهار الجنه، ملاك الجنه دول يا جماعه يعني امبارح كانوا فقراء، امبارح كانوا زاهدين، امبارح كانوا بيضحوا، امبارح ما كانش حد راضي يبص ليهم، ما كانش حد راضي يقتنع انه يعيش حياته معاهم، النهارده كل بيبص لهم مذهول. ان اصحاب الجنه اليوم، اول يوم في الجنه بقى اليوم، يعني ايه اليوم يا اخوانا؟ كلمه اليوم دي تلمس ايه في قلبي وقلبك؟ كلمة اليوم دي تلمس ايه؟ اليوم، النهاردة، امبارح، ما شفتهاش امبارح، ما شفتهاش امبارح لما كانت ماشية بحجاب امهات المؤمنين والدنيا حر ومش قادرة تستحمل، ولكن صبرت عشانك يا رب. النهاردة ماسكة في ايد خديجة وفاطمة وبتصرخ من الفرحة على باب الجنة. اليوم ما شفتهوش امبارح، ما شفتهوش امبارح وهو ممكن بيسخر منه عشان دينه، وهو ممكن بيتحارب عشان دينه، ما شفتهوش امبارح وهو عطشان نفسه في بق مية بعد 13 14 ساعه صيام ومصمم يكمل عشان ربنا. النهارده هو بيصرخ وبيشرب من انهار الجنه من الفرح، يفجرونها تفجيره، بيفجر الابار بتاعت عصائر وعيون وخمر الجنه وهو في سعاده لا تصفها اي كلمات في اي لغه في الدنيا. ما شفتهمش امبارح، ما شفتهمش امبارح وهم تعبانين وهم مستحملين وهم بيضحوا وهم بيجاهدوا، ما شفتهمش امبارح ورجلهم واقفه في قيام الليل ومصممين يوصلوا عشان يشربوا من ايد النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض. النهارده كل حاجه اتغيرت، النهارده كل حاجه اتقلبت يا جماعه. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل، يعني ايه شغل؟ امبارح كانوا في شغل برضو، امبارح كانوا مشغولين، ما كانش عندهم وقت لانهم كانوا عايزين يعملوا كل حاجه عشانك يا رب، ما كانوش عايزين يسيبوا سنه من سننك يا محمد عليه الصلاه والسلام الا ما يطبقوها، ما كانوش عايزين يسيبوا شعبه من شعب الايمان الا ما يضربوا فيها بسهم، عاملين زي التاجر اللي عايز يبقى ملياردير، عايز يضرب في كل باب من ابواب التجاره بسهم في البورصه، ما كانوش بيسيبوا عمل يظن انه يرضي ربنا الا ويعملوه، ما كانوش بيسيبوا منكر الا وينكروه، ما كانوش بيسيبوا مكان الا ويطاع ربنا فيه، ما كانوش بيسيبوا جارحه من جوارحهم الا ويطاع ربنا بيها، كانوا في شغل بطاعه ربنا، كانوا مشغولين، ما عندهمش وقت لحاجات كتير نفسهم فيها، ولكن النهارده بقوا في شغل برضه بس في اصناف النعيم. عندهمش وقت يروحوا يقابلوا النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يروحوا ديش بارتي في الجنه مع الاولياء والصالحين والخلفاء الراشدين، ولا يطلعوا فسحه خلويه كده جميله على نهر الكوثر، ولا يعملوا ايه ولا ايه ولا ايه، يروحوا القصر ده بتاعه، ولا يروح القصر بتاع زوجته في جنه عدن، ولا يروح القصر بتاعه هو في جنه الفردوس، ولا يروحوا يزوروا بقى جنه الريان اللي ليهم شاليه فيها، ولا يروحوا بقى للجنه بتاع
الصلاة اللي بسبب قيام الليل وتكبيرة الإحرام خدوا فيها قصر فيها، يروحوا فين ولا فين ولا يعملوا إيه ولا إيه؟ تخيلوا يا جماعة داخلين الجنة، أنتوا يعني أنت متخيل كده إحساس واحد جعان يموت من الجوع دخل على أوبن بوفيه لقى ديك رومي ولقى خرفان ولقى بحريات ومشويات، فهو داخل مش عارف يعمل إيه، خايف أحسن يشبع قبل ما ياكل من ده، وخايف أحسن يشبع قبل ما ياكل من ده. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. في الدنيا كانوا في شغل متعبون، كانوا في شغل بيعرقهم، انما النهارده في شغل هم فرحانين، مش محتاجين حد يعمل لهم تايم مانجمنت في الجنه ويقسم لهم الوقت بتاعهم يتمتعوا بايه امتى وبايه امتى. لا 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 لا, لا. ده هم فرحانين ومبسوطين وهم بيتنقلوا من نعيم لنعيم هم وازواجهم. اول كلمه بياخدوها في الجنه انت وحبيبتك، انت وحبيبك. الكلمه اللي شباب كتير قوي ادوا ظهرهم لربنا عشان ياخدوها، اول كلمه ربنا قالها في الجنة هم وأزواجهم. الكلمة اللي شباب كتير بيسهر طول الليل عشان يبقى هو وحبيبته بس. الكلمة اللي بنات كتير ممكن تنتحر وتضحي بحياتها عشان خسرت انها تعيش اللحظة دي مع حبيبها لان ابوها مرضاش ان هو يجوزه لها. الكلمة اللي شباب كتير بيقولوا يا رب احب واتحب، يا رب الاقي حد يحبني واحبه، اول كلمه هم وازواجهم، انت وحبيبتك وانت وحبيبك. هم وازواجهم في ظلال، يعني يا جماعه في ظلال؟ انا قاعد دلوقتي الشمس في وشي اهي مش قادر ابص لها في السماء، الشمس في وشي، فانا لو حد ضلل عليا كده يا سلام ده خدمني ليه؟ لان في حاجه صعبه هتحول بيني والظل ده هيحول بيني وبين الشمس. انما يا جماعه ما فيش شمس في الجنه، ما فيش حاجه مؤذيه في الجنه اصلا، ما فيش حاجه صعبه في الجنه، ده الجنه انوار جميله والجنه عيشه جميله. لا طب امال الظلال بتضلل عليهم من ايه؟ يبقى الظلال دي يقينا نوع من انواع النعيم، ما دام ربنا وصفها في ايات الجنه يبقى الظلال ده من انواع النعيم. طب الظلال دي حاجه تانية في الدنيا غير انها تقي من الشمس؟ اه الظلال دي القعده الرومانسي، الظلال دي القعده العاطفي بقى، ده الرومانسيه كلها. هم وازواجهم في ظلال، جو رومانسي ملوش حل، في ظلال على الارائك، كمان على الارائك، الاريكه في الدنيا اللي هي كوشه الفرح، اللي هي العروسة كانوا زمان يعملوا كده، العروسة تقعد على الكرسي بتاع العروسة وبعد كده يعملوا كوشة عليها كده، حاجة غالية كده، فالأريكة دي كوشة الفرح. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك. طب على الأرائك النهاردة، طب وبكرة على الأرائك، طب وبعده على الأرائك، طب وبعده على يعني كل يوم عريس جديد، أنت كل يوم عروسة، كل يوم في الجنة عروسة مع حبيبك، وأنت كل يوم في الجنة عريس مع حبيبتك، يعني لذة لا تنقطع يا جماعة. هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون. الاتكاء ده بقى ايه؟ بيسموه في الدنيا الانتخه، بيسموه في الدنيا ايه؟ بيسموه في الدنيا الرفاهيه يا اخوانا. يعني ممكن في الدنيا كان لو قعد مع حبيبته يخاف ابوها يشوفه، يخاف ان حد من الناس يبص لها ويغير عليه، يخاف. انما الجنه ده جو تاني خالص، ده جو بهجه تانيه وفرحه تانيه ورفاهيه. ممكن اتنين بيحبوا بعض في الدنيا ولكن فقراء، الاتنين قاعدين يعيطوا قصاد بعض ان هم مش عارفين يجيبوا لاولادهم، مثلا بيحب مراته وبتحب بجوزها بس مش عارفين ياكلوا ولادهم كويس، مش عارفين. انما كل حاجه يا جماعه الوقت بتوحي بالسعاده وبتوحي بالرفرفه، قلبك بيرفرف وانت بتتفرج على المشهد ده. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون. احلم انت بس، اتمنى انت بس، شبيكي لبيكي، ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. يعني يعني في الدنيا اللي بيبقى قاعد مثلا مع مراته وحبيبته او واحد حتى قاعد مع حد بيحبه، انما تخيل بقى وهم قاعدين مع بعض سلام قولا، وربنا ينادي عليهم وربنا يسلم عليهم وربنا يقول لهم سلام عليكم من رب رحيم قولا. يعني رئيس الجمهوريه بيتصل بيكي بالتليفون هو بنفسه بصوته، هو اللي بيكلمك بنفسه، هو اللي بيتصل بيكي بنفسه. تخيل كده سلام قولا من رب رحيم. ده منظر من مناظر اول يوم في الجنه في القران، ده منظر واحد بس من المناظر العظيمه اللي بتوصف لنا جزء من اجزاء اول يوم في الجنه في القران. في مشاهد ثانيه، في مشاهد ثانيه هنتكلم عنها مع بعض. المشهد الثاني اللي هنتكلم عنه مشهد خطير قوي يا جماعه، مشهد في سوره الزخرف. انتوا عارفين انا قلت لكم اسم السوره قبل ما اقول لكم المشهد ليه؟ اصل الزخرف ده الواد دهب زخرفت الدنيا اللي فتنت الناس عن الجنه، فربنا جايب لهم بقى في الصوره زخرف الجنه بقى، او نعيم الجنه الحقيقي اللي مش زخرفه وخلاص، نعيم الجنه الحقيقي. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. اول يوم في الجنه، يا اول يوم في الجنه، مش اول يوم
جوزك بقى ملك وانت بقيتي سيدة القصر الاولى. مش اول يوم انت بقيت من اغنى 100 ملياردير في العالم، اول يوم بقيت ملك من ملوك الفردوس الاعلى، اول يوم في الجنة. تعالوا يا جماعة نعيش بقلوبنا مع اول يوم في الجنة في سورة الزخرف، في سورة زخرف الدنيا اللي خلع الناس عن الجنة. قال تعالى: يا عبادي، شوفوا ربنا بينادلهم، انتوا عبادي، انتوا عارفين. والله المثل الاعلى لما واحد كبير يقول للناس اللي معاه: انتوا رجالتي، يا رجالتي، يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم، اليوم اول يوم في الجنة، ولا انتم تحزنون. خلاص الخوف اللي طير النوم من عينيك عشان توقفي بين ايدين ربنا في قيام الليل راح. الحزن اللي نساك الدنيا وزهدك في طعامها وزهدك في شرابها راح. ما عادش في خوف، ما عادش في حزن. انتوا داخلين مكان مكتوب عليه ممنوع الاكتئاب، ممنوع اليأس، ممنوع الاحباط، ممنوع التوتر، ممنوع القلق، ممنوع الهم، ممنوع الغم. انتوا داخلين مكان مكتوب عليه ممنوع الحزن، انتوا داخلين مكان النعيم. يا جماعة، يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم، اول يوم في الجنة، ولا انتم تحزنون. الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، الذين امنوا بآياتنا. وانا باصص قدام المنظر، الشمس في السماء مع السحاب، منظر يا جماعة يدوب القلب يا جماعة بجلال ربنا. مين اللي قلبه بيتفجر بالإيمان بالله وبالقرآن؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. كانت مسلمة حياتها لربنا، كانت في لبسها مسلمة لربنا، كان في سلوكه مسلم لربنا، كانت في أخلاقها مسلمة لربنا، كان ليله ونهاره على ترتيب اللي يرضي ربنا. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. امسكي نفسك بقى، امسك قلبك بقى، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة. لحظة الدخول يا جماعة، لأول قدم تضحى في الجنة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، حفل زفاف على باب الجنة. ربنا هيجوزك قبل ما تدخلي، ربنا هيجوزك قبل ما تدخل الجنة. ممكن واحدة في الدنيا عندها 27 سنة، 30 سنة، 35 سنة، ما اتجوزتش، الآن خايفة من المستقبل. ده من قبل ما تدخل الجنة أنت ومراتك. أنتم وأزواجكم تحبرون. الحبور يا جماعة ليها حفلات المعازف، مش حفلات بورتو مطروح، مش حفلات جولف بورتو، مش حفلات دبي اللي الشباب بيسافروا لها، يركبوا طيارات ويسافروا لها. حفلات الاغاني بتاعت الجنه. يا ترى المغنيات من الحور العين اصواتهم ايه؟ يا ترى الالحان اللي بتتعزف في الجنه، جنه ميوزك بقى، شكلها ايه؟ يا ترى يا اخوانا اللي بيغني ده الكلمات ايه؟ والالحان ايه؟ والاصوات ايه؟ والجو ايه؟ انتوا متخيلين انتم وازواجكم تحبرون؟ حفلات الزفاف على ابواب الجنه. يعني انت داخل وفي ايدك مراتك كده. ممكن واحد يقول: مراتي مين؟ مراتي بتاعت الجنة ولا مراتي بتاعت الدنيا؟ انتوا بتقولوا في الجنة مفيش نكد، ما تقوليش انها مراتي بتاعت الدنيا. يعني بصي، ما تزعليش، انا ان شاء الله ننصر الستات على الرجالة. لا، مراتك بتاعت الدنيا ان شاء الله باذن الله، بس هتبقى حاجة تانية خالص، هتبقى نيو لوك بقى، هتبقى حاجة. احد اخواننا لما يعني اتشاكل مع مراته فعايز يطلقها، فنام فشافها في المنام انها من اهل الجنة، فشاف شكل تاني خالص، صحي متبت فيها: تعالي هنصبر شوية سنين وبعد كده نبقى مع بعض في الجنة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. متخيلين يا جماعة يطاف عليهم بصحاف، يطاف ديت يعني وليمة بعد، دي ولائم الاستقبال بقى، دي الولائم بتاعت البداية بقى، دي أول ولائم في الجنة. عشان كده يطاف عليهم بصحاف، الصحفة مش الطبق، الصحفة اللي هي الصينية اللي يتحط عليها الخروف المشوي مرة واحدة. ولائم الاستقبال، ولائم العرس يا سيدي، وليمتك أنت وجوزك، وليمة الفرح بتاعتك أنت ومراتك وحبيبتك. يطاف عليهم بصحاف من ذهب. ربنا ما قالش اللي جوه الصحفة، ربنا قال الصحفة نفسها من ذهب، واكواب من ذهب برضو. يعني مش الدولاب بتاع النيش اللي متكلف 150 الف جنيه عند بعض الناس واكتر كمان. الحاجات اللي لا النيش بتاع الجنة دي شكله ايه؟ كوبايات الجنة دي شكلها ايه؟ ساعات يا اخوانا احد اخواني وحبايبي عنده محل جاليري فخم جدا، فدخلت اتفرج على محلات الجاليري، اول مرة اشوف طعم الكوبايات اللي ب 2000 جنيه، اول مرة اشوف بقى الجاليري الفرنساوي والجاليري اللي جاي مش عارف منين، اول مرة. انا قاعد مستغرب والله يا جماعة، يعني الكوبايه تحب بس تحطها قدامك كده، يعني انت يعني تخاف انك اصلا تشرب فيها، انت عايزها تفضل حاططها قدامك كده. في ابداع البشر ابدعه في النيش بتاع الدنيا، امال النيش بتاع الجنه شكله ايه؟ ولائم الاستقبال، وفيها ما تشتهيه الانفس. ما تشتهي بعد كل ده يا رب، شوف انت نفسك في ايه، شبيكي لبيكي. وتلذ الاعين، تلذ يا رب يعني العين اللذه دي، لذه اللسان يا رب، اللسان هو اللي بيتذوق ده، كان العين من كتر الموت
المتعة بتاعت المشاهد كأن العين نفسها بتتذوق، كأن العين نفسها بتتلذذ، يعني وانت بقك بيتلذذ بالطعم، عينيك بتتلذذ بالجمال، وودنك بتتلذذ بتحبرون بالسماع، كل وقلبك بيتلذذ بحبيبتك اللي قاعد تقول لها كلام الحب وقاعدة تقول لك كلام الشوق والحب. انت كل حاجة فيك زي ما كل حاجة فيك يا عبدة ربنا، كل حاجة فيك بتتنعم النهاردة في الجنة. موضوع رهيب يا جماعة. الواحد هو بيفكر في هذه الآيات، يا ربي الناس دي زادت، الناس دي زادت في الزخرف اللي هو بعنوان الصورة، الناس دي يا رب زادت في نساء الدنيا الحرام فربنا ادها أنتم وأزواجكم، الناس دي زادت في معازف الدنيا الحرام فربنا ادها تحبرون، الناس دي زادت في الأملاك والعقارات بتاعت الدنيا لأنها كانت عايزة تحصل أملاك الجنة فربنا قال لهم وتلك الجنة روحوا الرحلة الرهيبة لفوا على أملاككم في الجنة. بعض المفسرين قال يظلوا 1000 سنة يطوفوا على نعيمهم في الجنة. ده الاستكشاف، ده الرحلة الاستكشافية، ده دي مش الرحلات الاستمتاعية، ده الرحلات الاستكشافية. الرحلات الاستمتاعية هنتكلم عنها ان شاء الله بإذن الله واحنا بنوصف نعيم الجنة في الرحلة دي بإذن الله. ده الرحلة الاستكشافية، زادوا في طرف الدنيا فربنا قال سبحانه وتعالى فقال لك ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، زادوا في زخرف الدنيا فربنا ادهم كل حاجة، كل حاجة سابوها عشان ربنا، ربنا ادهم من جنسها اضعاف اضعاف اضعافها، ولكن في الجنة انت كسبانة في كل حاجة بتسيبها عشان ربنا، انت كسبان في كل حاجة بتسيبها عشان ربنا، انت كسبانة في كل حاجة بتضحي بيها عشان ربنا سبحانه وتعالى. يا ايات جميلة يا جماعة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. مش هتتحرموا من النعيم ده بعد ما شفتوه، مش هتتحرموا منه بعد ما شفتوه، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون. منها تأكلون يعني النعيم بتاع الجنة مش نعيم نفسي بس، ده في نعيم مادي حقيقي، لأن في ناس تقول لك الجنة نعيم روحاني بس، ده في نعيم مادي حقيقي. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون. وتلك الجنة، تلك دي اسم إشارة للبعيد، ده الرحلة اللي الملائكة بتاخدك فيها تستكشفي أملاكك وعقاراتك في الجنة. تلك الجنة التي أورثتموها، بقى في عقد ملكية حقيقي، يقولك في الفقه الوراثة دي أقوى عقد ثبوت للملكية في الدنيا، التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مش بما كنتم تتكلمون، مش بما كنتم تتمنون وتحلمون، بما كنتم تعملون. عملت ايه عشان النعيم ده؟ عملت ايه عشان النعيم ده؟ دفعت ايه ثمن النعيم ده؟ دفعت ايه ثمن الرفاهية المهولة دي؟ وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون، دي اول رحلة في الجنة، لكم فيها فواكه كثيرة مما تأكلون، منها تأكلون. يعني يا جماعة في اول يوم في الجنة في رحلة، في اول يوم في الجنة في حفلة، في اول يوم في الجنة في لوف ستوري. ايه ده رحلة وحفلة ولوف ستوري؟ الشباب اللي بعاد عن ربنا، بعاد عن ربنا ليه؟ البنات اللي مفتونين بالسوشيال ميديا دلوقتي والانستجرام والفيسبوك واليوتيوب ليه يا جماعة؟ الكلام ده ممكن يبقى حاجة توصلنا للجنة، ممكن تبقى حاجة توصلنا للنار. ليه؟ ايه اللي زاهدنا في ربنا سبحانه وتعالى؟ تعالوا بقى ما ناخد مشهد ثالث من القرآن في اول يوم في الجنة، تعالوا ما ناخده من سورة الاعراف المرة دي. احنا خدنا من سورة ياسين وخدنا من سورة الزخرف عشان اقول لكم ان اول يوم في الجنة ده موصوف في القرآن يا جماعة، ده ايفنت يا اخوانا. الشباب يقولك عايزين نعمل فوتو داي، عايزين نعمل فون داي، عايزين نعمل ده بقى جنة داي. ده ذلك يوم الخلود، ربنا سماه في القرآن ذلك يوم الخلود في سورة قاف، لان الناس كانت بتبني في الدنيا كأنها تتخلد فيها. طب تعالى شوف اول يوم في الجنة في سورة الاعراف، قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري، نزعنا ما في صدورهم من غل، اصل الغل والحسد والحاجات دي من انواع العذاب في الدنيا، فده لو في الجنة يبقى نوع عذاب، لا 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 لا، كل حاجة تتشال بقى قبل ما تدخل كده وتدخل سليم تماما من جوه. تجري من تحتهم الانهار، مناظر ابداع لا توصف اصلا في الدنيا، تجري من تحتهم الانهار. ينفع اكلمك عن الساحل الشمالي من غير ما اكلمك عن البحر بتاعه؟ ينفع اقعد اقول لك جولف بورتو مارينا وبورتو مارينا ومارينا فيهم فلل من غير ما اقول لك فيهم بحر صافي، من غير ما اوصف لك لون المياه الفيروزي، من غير ما اوصف لك في البحر الاحمر والمصايف بتاعته لو غطست بقى ونزلت تحتها تشوف شعب مرجانيه شكلها ايه، من غير ما اوصف لك لو ركبت يخت من شرم ودخلت جوه وشفت جوه البحر فيه ايه، ما ينفعش يا جماعه من غير المياه اوصف اي جمال. تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. اول كلمات بيقولوها في الجنه بقى اول ما شافوا الجنه، الحمد لله يا رب، اول كلمه بيقولها في الجنه الحمد لله يا رب.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله يا رب، لولاك ما كناش اهتدينا، لولاك الطريق ما كانش ييسر لينا، لولاك ما كناش من وسط الفتن الرهيبه دي عرفنا ننجو. الحمد لله يا رب. وانت بتفتكري يوم لحظه الضعف بتاعتك، يوم ما كان في شاب على النت على الفيس على الماسنجر بيبعت لك وخلاص بدات تميلي ليه، وكنت هتتنازلي في التزامك، وكنت هتبني معاه علاقه هتضيع لك دينك، وفي اللحظه الفاصله ربنا بعت لك مقطع، ربنا بعت لك صحبه صالحه، ربنا بعت لك درس سمعتيه فوقك تاني ورجعك تاني، وانت بتصرخ الحمد لله يا رب وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وانت بتفتكر اللحظه اللي كنت خلاص قررت انك تسيب الالتزام فيها، قررت انك مش هتستحمل سخريه الناس، ولا هتستحمل انك تسيب الدنيا وفتنها، ولا هتستحمل انك تصبر على الشهوات المتزخرفه بقمه الزخرفه، وخلاص وانت بتقرر ربنا بعت لك حاجه لولا ان راى برهان ربي، ربنا بعت لك في اللحظه الفاصله حدث قلب لك حياتك ورجعك لنور البصيره تاني، وانت بتفتكر انك كنت هتخسر كل ده في لحظه ضعف، وبتقول الحمد لله يا رب وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واحنا بنفتكر كل مرة ما كناش هنقدر ندخل الالتزام فيها، كل مرة كنا هنسيب الالتزام فيها، كل مرة كنت في قيام الليل ولقيت نفسك بعد ركعتين تعبانة مش قادرة عايزة تنامي دايخة وراكي شغل الصبح والشيطان جالك نامي استريحي، وفجأة ربنا ألقى في قلبك العزيمة تاني وكملتي، وانت بتتنعمي بسبب الليلة دهيا وبتقولي الحمد لله يا رب، الحمد لله على الاعتكاف اللي كنت مش ناوي ادخله ولكن لما دخلته فزت من الفردوس الاعلى بسببه، الحمد لله على الجوله اللي انا ما كنتش نازل اكلم الشباب فيها على عنك يا رب ولكن ثبتني وفرقت معايا في الجنه وفرقت معايا في التنسيق اللي دخلني الفردوس الاعلى، الحمد لله يا رب، الحمد لله وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وفجاه بقى لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الحمد لله هو ده الطريق الصح، هو ده الطريق اللي ياما حاولوا يشككونا فيه، اللي ياما العلمانيين وبتوع التوكشو حاولوا انهم يشككونا فيه، ولكن ربنا ثبتنا، ربنا ثبتنا على الطريق ده. ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، ونودوا ان تلكم الجنه، كل ده بتاعكم، كل النعيم ده بقى بتاعك النهارده، كل الاصناف دي بقت بتاعتك النهارده، ده يا رب بتاعك وده بتاعك وده بتاعك، والقصر ده ملكك والجنه دي بتاعتك والاشجار دي ملكك، وكل ده يا رب بقى بتاعي، انا سبت ايه عشان اخد كل ده، انا ضحيت بايه عشان اخد كل ده، بما كنتم تعملون. كان في شغل يا جماعة عشان النعيم ده يتاخد، كان في شغل عشان الفتح ده يتفتح، كان في جهد يا جماعة، كان في تعب، مستعدة تتعبي عشان ربنا، مستعدة تتعب عشان ربنا، مستعدة تبذلي عشان ربنا سبحانه وتعالى، مستعدين نعمل ايه عشان ربنا يدينا النعيم ده. ادي احنا بنتكلم عن اول يوم في الجنة اهو، لقينا كل الآيات اللي بتتكلم عن أول يوم في الجنة لازم تتكلم عن العمل، ورثتموها بما كنتم تعملون في سورة الأعراف، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين في سورة الزخرف، وكمان في النهاية لما ربنا بيقول وتلك الجنة، لما ربنا سبحانه وتعالى بيوصف الرحلة بقى اللي في النهاية وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى برضو العمل، برضو في سورة الياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في لما كانوا في شغل في الدنيا بقوا في شغل النهاردة، وفي سورة ياسين اول يوم في الجنه جه بعد مؤمن قال ياسين، اللي ضحى بعمره عشان ربنا، اللي ضحى بعمره عشان الدعوه، اللي بذل عمره عشان كلمه الله تكون هي العليا، عملنا ايه عشان ربنا، عشان ربنا يدينا النعيم ده، عملنا ايه عشان ديننا، عشان ربنا يدينا النعيم ده، ناويين نجدد التوبه مع الله، ناويين نخطط لمستقبلنا يا شباب، ناويين نخطط للفردوس الاعلى، ناويين نخطط لاول يوم في الجنه بحق وحقيقي، ولا ما احناش ناويين ان احنا نتعب عشان كل ده ونقول ان يوم القيامة ربنا يحلها، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يسددكم، ربنا يفتح على ايديكم، ربنا يملأ قلوبنا بالهدى يا رب، واحنا عايشين مع معنى اول يوم في الجنة، المعنى اللي جاي اللي هنتكلم عنه اول يوم جمعة في الجنة، ايه
اول يوم جمعه في الجنه. يعني اول يوم جمعه في الجنه؟ هو الجنه ايامها حاجه والجمعه حاجه. اه يا جماعه الجمعه في الدنيا كان العيد بتاعنا، في الجنه يوم الجمعه ده العيد بقى التاني بتاع ده، العيد برضو بتاع اهل الجنه. كل يوم جمعه عيد لاهل الجنه. طب ايه احداث يوم الجمعه؟ تعالوا ما نجمع الاحاديث والنصوص اللي وردت في يوم الجمعه في الجنه، وتعالوا اما نعيش مع يوم الجمعه في الجنه. ايه يوم الجمعه؟ ايه الاحداث بتاعته؟ ايه اصناف النعيم بتاعته؟ ليه اهل الجنه بيستنوا يوم الجمعه ده؟ يعني من الجمعه للجمعه هنعيش مع بعض في الحلقه الجايه باذن الله سبحانه وتعالى مع هذا المعنى العظيم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يملا قلوبنا بالشوق الى الجنه وبحب الجنه وبالشوق الى النظر الى وجهه الكريم. يا رب متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. يا رب املا قلوبنا بما ملات به قلوب عبادك الصالحين. يا رب اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة، اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة، اللهم الحقنا بالصالحين في الدنيا والآخرة، اللهم الحقنا بالصالحين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.